خير يا ست؟ مفيش فايدة يا سمير. معلش ربنا كريم، يلا بينا. والله يا دكتور أنا بنامش الليل من زعلي، بقالي 10 سنين ما سمعتش كلمة زعل أبدا. طيب أنا عاوز تحكي لي إزاي بدأت الحالة. دخلت عليه الأوضة لقيته قاعد ماسك الشنطة ومبحلق عينيه زي التمثال، لا بيتكلم ولا بيتحدث. والشنطة دي بتاعته؟ لا. أمال جاتكم منين؟ شرفت. حد زاركم؟ لا. وهو قبل ما تجيله الحالة دي كان بره؟ أيوه. وليه دخلها في المسألة؟ إيه أهميتها؟ اسمع، أنا عايزك تحكي لي عن كل حالة، سواء كان لها أهمية أو ملهاش. هو بيصحى كل يوم الساعة 6 ويخرج يتمشى، وكل ما أقول له عليك من ده إيه؟ دي 6 الصبح مش هنزل منها. يقوم يقول لي دي رياضة مفيدة يا عبيط. وفي اليوم إيادة ما عملش أي حاجة غير عادية؟ أبدا. والليلة اللي قبلها كانت تصرفاته طبيعية؟ والله مش قوي، هو كان باين عليه السرحان، لكن بقى دي مش عبارة غريبة، وهو ياما بيسرح وياما بيقفل عليه الأوضة بالساعات. وما عندكش فكرة بيخرج الصبح يروح فين؟ هو بيخرج يشطح، مرة في الغطان ومرة على البحر. يعني ما كانش له حتة معينة بيروح فيها؟ ما أظنش، هو كان قصده المشي بس، فمجرد رياضة. لكن ما تعرفش فين؟ أظن مرة قال لي إنه خبط مسمار كده على البحر لحد حتة اسمها مش فاكر اسمها إيه. سيدي بشر؟ لا، اسمها إيه مش كال، اسمها إيه؟ سيدي جابر؟ لا لا لا، حاجة فيهاش كيال، حاجة لطيفة كده. كيلوباترا؟ كيلوباترا إيه يا دكتور؟ قصدي حاجة لطيفة في الأكل يعني، مش في الحب. أكل؟ أكل إيه يا أخينا؟ حاجة تتاكل، إيه يا مش كال؟ أيوه افتكرتها، العصافير. قصدك العصافرة؟ أيوه العصافرة، برافو عليك، بالظبط العصافرة. وكمان البدرون. الايه؟ البدرون. لازم قصدك المنظره. المنظره البدرون، هو كله ارضي. بقى كان بيروح لغايه المنظره والعصافير. لكن ده مشوار جامد قوي. هو كان ورا ايه غير التنتانه والزن؟ مش شايف فيها حاجة تلفت النظر. طيب بس استنى شوية. أصل الجدع مش كال، ده مهفوف ومهياس، ومش لازم ناخد على كلامه. أظن المنظرة قريبة من هنا، قبل سراي المنتزه. طب يلا بينا نروح لغاية هناك نبص بصة ونرجع تاني. حاجة عجيبة مش قادر أعرف لها علة. الشنطة اللي هو متشبث بيها قوي وخايف لحد ياخدها منه، كنت فاكر إن فيها حاجة مهمة تكشف المسألة، طلع فيها إشارب ونضارة شمس، كلها حاجات هايفة. المهم إننا نعرف بتاعت مين الحاجات دي. أنا افتكرت أول ما شفتها إنها بتاعت رجا، لكن اتضح إن عمرها ما شافتها. يعني المسألة فيها واحدة تانية، والتانية دي تبقى مين بس؟ عمره ما جاب سيرتها، شافها فين؟ قابلها فين؟ لازم في حاجة جديدة هي اللي أثارت الخوف الكامن ده، وفكرته بحادثة أخته القديمة وسببت له صدمة جديدة، وكانت السبب في حالة الذهول اللي أصابته وفي خوفه الفظيع من المروحة. حاجة تانية، عقدة تانية. شايف دي؟ طحونة؟ مالها؟ محتمل جدا تكون هي الحاجة التانية. تعالى. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله. والله كنا عايزين نتفرج على الطاحونة، ممكن ولا فيها مضايقة؟ لا مضايقة ازاي، اتفضلوا. اهلا وسهلا. لمؤاخذة الدنيا عتمة شوية. نورك كفاية يا حاج. كفر خيركم، ده انتوا اللي نورتوا الطاحونة. اتفضلوا.
والطاحونه دي كانت بتشتغل. امال يا بيه، دي كانت ما بتبطلش بحين ابدا، وبقالها كتير فيها. طول عمري فيها. احنا كان بيجينا ايام كنا في اليوم نطحن 10 ردب، لكن ده كان زمان ايام ما كانت الدنيا دنيا. وبتشتغل ازاي؟ القمح ينحط هنا وبعدين نفك المروحة اللي بره، الهوا يدورها، تقوم تدور التروس وتشتغل الحجارة. لكن طبعا دي ما بتشتغلش دلوقتي. لا خلاص، التروس والمراوح اتكسرت زي ما انت شايف. اللي دوبنا دوبها، الزمن ما بيرحمش، كل حاجة تاخد زمنها. على العموم هي عملت اللي عليها، يا ما وكلت ناس. وانت دايما قاعد فيها، هروح فين؟ ما بتخرجش تشوف الدنيا يا حاج؟ دنيا اشوف فيها ايه؟ اهي عجلة دايرة زي المروحة، واحدة بيدورها ريح الزمن والتانية بيدورها ريح البحر، واحدة بتطحن بني ادمين والتانية بتطحن قمح، بالاخر ده يبقى تراب وده يبقى دقيق، والعجلة دايرة زي ما هي، لا هي حاسة بده ولا بده، واللي بيروح بيجي غيره. اما فلسفة، انا عمري ما سمعت واحد شبه الدنيا زي ما انت شبهتها. الا قول لي، في حد بيزورك هنا؟ اهو من مدة شهرين ثلاثة. لا لا، بعد كده. بعد كده؟ والله يا ابني الواحد ما بقى فيه مخ. حاول تفتكر في يوم الصبح بدري. الصبح بدري اظن في واحد زارني يوم الصبح بدري. كان شكله ايه؟ كان كده زي حالاتكم، افتكرت دلوقتي، بس كان باين عليه مستعجل قوي. ازاي؟ خبط على الباب، وقبل ما افتح له كان زق الباب ودخل، وقال لي مش ممكن اطلع اتفرج على الطاحونة فوق. قلت له اتفضل يا ابني. قام طلع جري من هنا وجه وقف قدام الشباك ده وبص منه، وبعد شوية راح نازل جري تاني زي اللي شاف حاجة خوفته. شاف ايه من الشباك؟ عبال ما طلعت وبصيت ما لقيتش حاجة ابدا. يعني ما شفتش حاجة ابدا؟ ابدا، غير المية والرمل والهواء. كان ماسك حاجة في ايده. حاجة زي ايه؟ شنطة مثلا. ما افتكرش، ما ظنيش يا اخي. يمكن لقى الشنطة دي بعدين. هو عمل حاجة؟ انتوا بتدوروا عليه ليه؟ لا ابدا ابدا، ده مجرد سؤال. طيب يا حاج، احنا ضايقناك شوية. العفو، ده انتوا نورتونا. كتر خيرك يا حاج. ويرزقكم من حيث لا تعلمون.